مبادرة شابة، الدخلة والخرجة راهي بالنظام، وما كانش واحد يخرج ولا يدخل بلا التعقيم هذايا. نشكركم بزاف بزاف، بارك الله فيكم. أنا أحد سكان هذه القرية، قرية أورير جعفرة. هذه المبادرة استحسناها وكانت يعني حماية للمواطن وللقرية في نفس الوقت. أشهد أني ربي إن شاء الله يرفع البلاية. أحارب في الكورونا زيني قلنت الوجه في اللنغ، أنا خدمة فوز تكفوسة، أنا معاون دقوقر أنا تزدقي الدواء وطانا نقيم دق خام لنا انس حبيب رغف ثروة وثن ججارة غاد فانا غبرة اذنو ثنين غيدي خولة في نسمورت اذنو ثنين غيدي سعايا. اجدادنا حاربوا وجراوا على جلو، كل واحد خدموا. حنا شباب اليوم رانا في حالة تأهب، حالة حرب ضد هذا الوباء الكورونا، لازم نجندوا مهما يكون الخلافات تاعنا، بصح اليوم لازم نديروا اليد في اليد، نتجاوزوا هذه المرحلة الصعبة جدا اللي راهي تمر بالجزائر بالناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية وكل النواحي، إن شاء الله نخرجوا البر الأمان.